أمير المؤمنين عليا ولي الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صدق الله العلي العظيم. كم هو جميل أن نبدأ بهذه الآية المباركة إيذانا باقتراب هذا الشهر العظيم والرائع. حقا شهر رمضان شهر رائع، في هذا الشهر ينحو المؤمنون نحو القرآن الكريم، يعيشون بعض الوقت في النهار في الليل مع آيات الذكر الحكيم. هذا الشهر الذي يخلو المؤمنون بالدعاء. الدعاء المفروض الأفضل الأقوى تأثيرا أن الإنسان يدعو بالدعاء، ولكن حتى لو قرأ الدعاء ما دعا بالدعاء، قراءة حتى قراءة الدعاء لها روعة خاصة، خصوصا الأدعية الواردة في شهر رمضان. هذا الشهر شهر مساعدة المؤمنين للمؤمنين، شهر الخيرات المالية وغير المالية، شهر التواصل، شهر خدمة الناس، شهر رائع. وهذا ما يجده كل مؤمن، ليس شيئا لا يعرفه المؤمنون. روعة شهر رمضان لا تخفى على مؤمن. هذا اليوم وهو آخر جمعة من شهر شعبان،
هذا اليوم يوم مميز حسب الروايات الشريفة، يوم مميز كانطلاقة. طبعا في مثل هذا اليوم أهل البيت عليهم الصلاة والسلام خطبوا خطبا عديدة، خطب عديدة، تكلموا كلمات مفيدة جدا. النبي صلى الله عليه وآله له أكثر من خطبة في مثل هذا اليوم في آخر جمعة من شعبان. الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام له بعض الروايات الشريفة، الإمام الرضا صلوات الله عليه له بعض الروايات الشريفة في مثل هذا اليوم، أن هذه آخر جمعة من شهر شعبان. ماذا نفعل؟ تمهيد لشهر رمضان، توجيه في الأعمال التي يعملها الإنسان في شهر رمضان. روايات جميلة جدا وكل كلامهم جميل. في هذا اليوم أريد أن أقف عند مقطعين من حديثين شريفين للإمام أبي الحسن الرضا صلوات الله وسلامه عليه، على ما ببالي قرأتهما بسرعة قبل سنوات. الآن أريد أن أقف عند مقطعين، مقطع من هذا الحديث الشريف ومقطع آخر من حديث آخر. المقطع الأول توجيه نحو شهر رمضان، المقطع الثاني توجيه نحو هذه الأيام قبل شهر رمضان. أما المقطع الأول، يقول الإمام أبو الحسن علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليهما في حديث موثق سندان، يقول: ومن كف فيه، يعني في شهر رمضان، غضبه كف الغضب. نعم، النص الشريف: من كف فيه في شهر رمضان غضبه كف الله عنه غضبه يوم القيامة. لو لم يربح المؤمن في شهر رمضان إلا هذه الفضيلة، أنه يتمكن في شهر رمضان أن يكف غضبه، يمنع غضبه. لنفرض مؤمن ما حصل في شهر رمضان على أي شيء، فرضا ما عمل أي مستحب، ما قرأ أي دعاء، ما قرأ قرآن، فرضا، هذا مجرد فرض طبعا، فقط وفقط التزم بهذه الكلمة، عمل بهذه الكلمة، كف غضبه، هذا المؤمن يكون قد ربح ربحا كبيرا جدا في شهر رمضان. كف الغضب، يعني أقول المؤمن في شهر رمضان يجعل تركيزه فقط على هذه النقطة. طبعا المؤمن له قابليات يتمكن أن يركز على أكثر من نقطة، لنفرض المؤمن يركز فقط على هذه النقطة، همه في شهر رمضان طبعا غير الواجبات، بالنسبة للمستحبات فرضا ما عنده أي هم، فرضا همه يصبه فقط وفقط على أنه لا يكون هكذا، يكون هكذا، يسوى، ربح، ربح كبير، ليس ربحا عاديا. قال رجل للنبي صلى الله عليه وآله: علمني عملا لا يحول بينه، يمكن الكلمة هكذا، أو لا يحال بينه وبين الجنة. علمني عملا، أنا أعمل عمل لا يحال بين هذا العمل وبين الجنة.
فقال صلى الله عليه وآله لا تغضب. خلاص جدا سهل، الأثر جدا عظيم، العمل جدا سهل. أبدا سهل، باللسان أقول سهل، بدون تركيز تقريبا غير ممكن. تقريبا شخص يريد أن يعيش الوضع العادي، وطبعا شخص يقول له كلمة يصنع شيئا يوجب غضبه، يحتاج تركيز قطعي، خصوصا البعض الذي تعلم منذ صغره أن يكون منفلت العنان. هذا في الساعة الواحدة 5 مرات يغضب، ولعله أكثر. والعجيب أن البعض، أنا لا أعلم كيف يفكر، البعض يفتخر بافتخار، يقول أنا حاد المزاج. حاد المزاج شيء يفتخر به؟ حاد المزاج يعني ماذا؟ يعني منفلت. الانفلات شيء يفتخر به؟ أنا سمعت من البعض، لا أعلم كيف يفكر، كيف يعتبره فضيلة. الكلام ليس عن الغضب في الله، الغضب في الله أحيانا من الواجبات، لا ذاك موضوع ثاني. الكلام عن الغضب للنفس، سبني، شتمني، آذاني، ظلمني، في حديث عن الإمام أبي عبد الله الصادق صلوات الله عليه يقول من كف غضبه ستر الله عورته. العورة الأشياء التي تكون عند الشخص، أشياء سيئة، أعمال سيئة، أخلاقيات سيئة، تصرفات، أشياء في داخل الإنسان، الإنسان لا يحب أن يطلع الناس عليها، هذه تسمى عورات، هذه مصادق للعورات. من كف غضبه ستر الله عورته، يعني ماذا ستر الله عورته؟ كيف يستر عورته؟ أولا شيء تكويني طبيعي جعله الله سبحانه وتعالى، الغضب يخرج السيئات التي هي في داخل الإنسان. الغضب يعني ماذا؟ الغضب الذي ينفجر طبعا، لا الغضب الذي يكف، لا الغضب الذي يكبت، لا، الغضب الذي ينفجر يخرج ماذا؟ يخرج ما في داخل الإنسان، طبعا تخرج سيئات. يتبين أن هذا الشخص بذيء اللسان، يتبين أن هذا الشخص لا يتورع عن المعاصي، يتبين أن هذا الشخص ظالم، يتبين أن هذا الشخص طاغي. في الغضب ماذا تصنع؟ الغضب انفجار، الانفجار يخرج ماذا؟ يخرج ما في داخل الإنسان. السيئات تخرج أم لا تخرج؟ الذي يكف غضبه، كف الغضب يكون ساترا لعوراته لسيئاته. هذا جانب، الجانب الطبيعي الذي جعله الله سبحانه وتعالى، يعني سببية طبيعية لساتر السيئات، لساتر العورات. ولعل هناك جانبا آخر أيضا، وهو التسبيب الخاص، الله عز وجل بالإضافة إلى أن الكف عن الغضب يستر، يجعل عليه ستائر أخرى أيضا في الدنيا في الآخرة، وهو الأهم. كف الغضب صعب؟ قطعا صعب، يقينا صعب. أصلا أنت انظر إلى الأثر الكبير
اعرف ان المثمن ايضا كبير صعب، ولكن يسوى يسوى. الكلمة الثانية، المقطع الثاني، في حديث شريف آخر للإمام أبي الحسن الرضا صلوات الله عليه فيما يرتبط تلك الكلمة، قالها في مثل هذا اليوم عن شهر رمضان، وهذه الكلمة قالها في حديث شريف آخر في مثل هذا اليوم عن هذا اليوم وهذه الأيام السابقة لشهر رمضان. قال عليه الصلاة والسلام: لا تدع في هذه الأيام من هذا اليوم، لا تدع أمانة في عنقك إلا أديتها، ولا في قلبك حقدا إلا ولا في قلبك حقدا على مؤمن إلا قلعته، ولا ذنبا أنت ترتكبه إلا أقلعت عنه. فقط وقفات سريعة عند هذه الكلمات. أولا الإمام عليه الصلاة والسلام قال: لا تدع أمانة في عنقك. الأمانات بعضها أمانات عينية، سيارته عندك، أو دع شيئا من أمواله أمانة عندك. بعض الأمانات في الذمة، دين، دين أمانة في الذمة. عندما الإمام عليه الصلاة والسلام يقول في عنقك، هذه الكلمة تشمل القسمين، يعني حقوق الناس، يعني حقوق الله سبحانه وتعالى، يعني حق إمامك الواجب عليك، ناهيك عن الأمانات العينية، أيام أشهر هذه الأمانات كانت عندك بس خلص أدها، أرجعها إلى أصحابها. الكلمة الثانية: ولا في قلبك حقدا على مؤمن إلا نزعته أو قلعته. حقد، ظلمني، سبني، آذاني، ما أدى حقي. وطبعا أصلا الحق يتولد من أي شيء؟ من هذه الأشياء. أحيانا الحاقد يكون ظالما، ولكن أحيانا الحاقد محق. حقد على مؤمن عندك، خلاص هذه الأيام صف نفسك. إلا نزعته أو قلعته، الكلمة جدا جميلة، لعل الإمام يقول نزعته. إلا نزعته، مرة أنت تأخذ الشيء بسهولة تلقيه، هذا لا يقال له نزعه. النزع يعني بشدة، يعني الأمر يحتاج إلى قوة، يعني قد لا تتمكن، أجهد نفسك لكي تقلع، لكي تنزع هذا الحقد من قلبك. يا أخي أنت تعيش براحة، ناهيك عن ثواب العمل، الحقد يدور في مخك، وقت الدعاء تتذكر ذا الشخص، وقت أنت في ليلة القدر والمصاحف والمصحف على رأسك مشغول تتذكره، تقرأ دعاء أبي حمزة الثمالي في أسحار شهر رمضان فكرك يروح له، خلص شيء كان انتهى، الحقد ألقيه، كأن هذا الشيء ما كان موجودا. صعب، نعم، هو الإمام يقول نزعته، يعني صعب، ليس سهلا. الكلمة الثالثة في هذه الجملة: ولا ذنبا العياذ بالله أنت ترتكبه إلا أقلعت عنه. كلمة أقلعت مثل كلمة نزعت،
ثم الإمام لعله العبارة ظاهرها الذنوب التي تعود الإنسان عليها، ولا ذنبا أنت ترتكبه، لا ذنب ارتكبته مرة، لا، الشخص الذي تعود على ذنب معين. أقلع، صعب، نعم صعب، التعود مشكلة، مشكلة التعود مشكلة كبيرة جدا في البشرية كلهم إلا النادر من الناس، ولكن تصفية. هذه أيام قبل شهر رمضان، آخر جمعة من شعبان، أقلع نفسك يا أخي، تريد أن ترجع إلى هذا الذنب، فرضا تقول لا أتمكن، فرضا، والإنسان يتمكن، إذا كان لا يتمكن فهو ليس مكلفا، الله عز وجل لا يكلف بشيء لا يتمكن الإنسان منه، فإذا كلفك معناه أنه أنت تتمكن. لنفرض نتماشى معك، أنت تقول لا أتمكن، لا بأس، اجعل هذا الذنب من شوال، شهر رمضان، هذه الأيام قبل شهر رمضان، في شهر رمضان هذا الذنب لا ترتكب، اتركه، أقلع عنه لحرمة شهر رمضان، في شوال عد إليه. لا أقول الإنسان يعود إلى الذنب، ولكن أقول على الفرض تريد أن تعود، عد إليه في شهر شوال، في شهر رمضان لا ترتكب ذنبا، فقط إشارة. بعض الذنوب أحيانا الإنسان يرتكبها والعياذ بالله تعالى، بل يتعود عليها باسم الدين، هذه أخطاء طبعا كثيرة. قال البعض لا يغتابك، أول يفسقك ثم يغتابك، يجعلك واجب الغيبة ثم يغتابك باسم الدين، يعني يغتابك باسم الدين، يسب باسم الدين، يكذب، العياذ بالله تعالى. ذنوب كثيرة البعض غافل عن أنها ترتكب باسم الدين، هذه أخطر، أخطر بكثير. إن شاء الله من شهر رمضان نبدأ، إن شاء الله من أول ليلة من شهر رمضان نبدأ، لا خطأ. التغيير الذي تجعل له موعدا، اعرف أنك على أرجح الاحتمالات سوف لا تغير، إن شاء الله. لو جعلت كلمة غد يعني أخرته يوما واحدا، على أرجح الاحتمالات أنت سوف لا تغير نفسك. التغيير من الآن، والإمام عليه الصلاة والسلام يقول الآن، ما قال من شهر رمضان، الآن أقلع عن الذنوب، الآن انزع الحقد، الآن أد الأمانات، الآن. نعم التركيز يكون من الليلة الأولى من شهر رمضان، معقول، الآن ابدأ وركز في شهر رمضان، شهر رمضان شهر تركيز، إيه صح، أما من بداية شهر رمضان إن شاء الله ليلة الجمعة أصنع كذا، يعني لا تصنع أنت، ليش ليلة الجمعة؟ خطأ في، لماذا أترك هذا الخطأ من ليلة الجمعة؟ إن شاء الله ليلة القدر أترك، عجيب، الآن أترك، خطأ أم لا؟ التغيير في النفس الذي ينعكس على التغيير في السلوك في العمل، التغيير في العمل بدون التغيير في النفس قد أتمكن منه يوم يومين ثلاثة أيام وينتهي، التغيير الحقيقي هو تغيير ما في الداخل، جزء منه مربوط بهنا وجزء منه مربوط بهنا، جزء منه قناعات، جزء منه عواطف. إذا كنت غير مقتنع، غير مقتنع، اقرأ روايات، اطلب نصيحة،
إذا كنت مقتنعا لا تحتاج إلى التغيير هنا. هنا المتغير تفهم، غير في العواطف، هنا أصلح، هنا النفس. كلمتي الأخيرة، هناك كلمة للمولى أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في نهج البلاغة، في الكلمات القصار من نهج البلاغة، روعة روعة روعة. يقول صلوات الله وسلامه عليه: كن وصي نفسك. ثلاث كلمات: كن وصي نفسك. أكتب في وصيتي إن شاء الله أن عندما أموت أدوا الديون التي علي، أطلبوا الحلية ممن له حق علي، الأمانات ردوها، أقضوا عني صلوات صيام. كن وصي نفسك، تصور أنك وصي عمن؟ عن نفسك. أدي أمانة عندك، أدي حق لشخص، أدي حق لله سبحانه وتعالى، صوم صلاة أدها، خمس عليك أدي، حج عليك اذهب إلى الحج. كن وصي نفسك. أنت افرض أبوك جعلك وصيا، قال لك اذهب إلى الحج عني، قال لك صل عني كذا صلاة، قال اذهب من أموالي، أنت وصي نفسك. البعض، أنا لا أقول الإنسان لا يوصي، الوصية من المستحبات، إذا كانت هناك واجبات على الإنسان الوصية تكون واجبة. الفقهاء صرحوا في العروة، موجودة المسألة في كتب الرسالة العملية، يذكرون هذه المسألة. إذا كانت واجبات الوصية بها، الواجبات التي قد تخفى على الآخرين الوصية بها واجبة. في غير الواجبات، في المستحبات، الوصية مستحبة. الإنسان له حق في أمواله أن يوصي إلى ثلث الأموال، البعض لا يوصي، لماذا لا توصي؟ هذا الحق الذي جعله الله سبحانه وتعالى لك، ثلث أموالك، ثلثان للورثة، طبعا بعد مراحل، ثلث لك، لماذا لا توصي؟ وصي. أنا لا أقول لا يوصي الإنسان، ولكن البعض كل شيء يلقيه على الوصي. إذا كنت أنت لا ترحم نفسك، يعني الوصي لازم يكون جدا عظيم حتى يرحمك. طبعا بعض الأوصياء بالفعل هكذا يؤدون، ولكن أنت ارحم نفسك. بين الإنسان حاجز، هذا الحاجز رفيع جدا، شعره وأقل من شعره أحيانا، لحظات، لا أحيانا لحظة، في هذه اللحظة كان يتمكن أن يعمل صالحا، جاء الموت خلص، الكتاب، الدفتر، الديوان يغلق. أحد مراجع التقليد الكبار ينقل القضية قبل أكثر من 40 سنة، أنه دعي في هذا البلد، دعي إلى الصلاة على ميت، في الطريق وهو يذهب إلى الصلاة على الميت، شخص قال له، شخص كان يعرف الميت، شخص قال له: هذا الميت الحاج فلان، قبل أيام، الترديد مني، قبل أيام أو قبل أسابيع لعله، يعني قبل فترة قصيرة، عرضت عليه معاملة على ما ببالي على أرض لعله، عنده أموال كبيرة، عرضت عليه معاملة على أرض، شراء أرض لعله، أو شراء شيء، شركة لعله، بمبلغ
25 مليون دينار كويتي ذاك الوقت قبل أكثر من 40 سنة. فرفض، كان يرى أن تلك الأرض أو تلك الشركة لعله الأرض تسوى أكثر من هذا المبلغ، فرفض أن يبيع ذلك الشيء لعله الأرض بمبلغ 25 مليون دينار، يعني يعادل في هذا اليوم 50 مليون أكثر لعله قبل 40 سنة. خب قضية من القضايا وما أكثرها، ليست مهمة، ما أخذت القضية حيزا. يقول هذا المرجع: عندما وقفت أردت أن أصلي عليه خطرت فكرة في بالي أن هذا الشخص قبل فترة قريبة كان يتمكن بتوقيع واحد لعله أو توقيعات ينقل وينتقل إليه هذا المبلغ الكبير، الآن لا يتمكن أن ينقل مثلا دينارا واحدا بألف توقيع، الآن يقول أوقع لكم أعطوني دينار واحد يعطوه. الإنسان هكذا، هو فقط لو أنا أيضا نفس الشيء، القضية فقط قضية مال؟ لا، سائر القضايا أيضا هكذا، المال ربح دنيوي، الربح الأخروي كيف؟ الآن أنا حي، الآن أتمكن أن أصنع كل شيء في نفسي، جاء الأجل في أمان الله، لا تتمكن أن تصنع لنفسك أي شيء ولا ذرة، الآن تتمكن أن تصنع لنفسك؟ لا، أقول أشياء كبيرة، جنة عرضها السماوات والأرض، تتمكن أن تجلب شيء أعظم من الجنة ورضوان من الله أكبر، تتمكن أن تجلب رضا الله سبحانه وتعالى. الأرض ما هي؟ أموال الدنيا ما هي؟ رضوان الله. الله عز وجل في القرآن بعد أن يذكر نعم الجنة يقول ورضوان من الله أكبر، الآن أتمكن أن أكسب رضوان الله سبحانه وتعالى، أتمكن أن أكسب، الآن أتمكن أن أكسب القرب من محمد وآل محمد صلوات الله عليهم. أن أكسب المقام عند أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، الآن أتمكن أن أزور سيد الشهداء أسعد بها فاطمة، كم هذا عظيم، أتمكن، الآن أتمكن أي شيء. التغيير الذي هو الأساس لتغيير السلوك، تغيير النفسي وهو الأساس لتغيير السلوك لتغيير العمل، هذا لا نتمكن. الآن كن وصية نفسك، حقا هذه الكلمة تستحق أن تكون لافتة في ذهن الإنسان من اللافتات، كن وصية نفسك، اعمل نفسك أنت، والآن تتمكن. فيه صعوبة؟ نعم، لا أنكر، في بعض الأعمال صعوبة، بعض الأعمال سهلة، وبعض الأعمال صعبة، ولكن هذه الأعمال الصعبة الآن تتمكن منها. اللهم إن لم تكن غفرت لنا فيما مضى من شعبان فاغفر لنا فيما بقي منه، اللهم إن لم تكن قد غفرت لنا فيما مضى من شعبان فاغفر لنا فيما بقي منه، اللهم اجعل شهر رمضان شهرا مباركا، شهرا مليئا بالبركة، مليئا بالقرب إليك، شهر التوبة، شهر الاستغفار، شهر الطاعة لك.
اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرج مهدي آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم أعطه في نفسه وذريته وشيعته ورعيته وخاصته وعامته وعدوه وجميع أهل الدنيا ما تقر به عينه وتسر به نفسه، وبلغه أفضل ما أمله في الدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، وصلى الله على سادة الخلق محمد وآله الطاهرين.